حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. وافقت منظمة أوبيك بلس على خفض جديد للإنتاج النفطي في حين ارتفعت أسعار النفط في السوق الأمريكية العالمية. وفيما يخص العراق حدد خبراء اقتصاديون عدد براميل النفط التي سيفقدها العراق إثر قرار أوبيك بلس الأخير بتخفيض إنتاج الخام، مشيرين إلى أنه وفق المعايير السابقة ستكون حصة العراق من التخفيض 240 ألف برميل يومياً، وهو يعني انخفاض حصة العراق الإنتاجية من 4,651,000 برميل إلى 4,411,000 برميل يومياً. قالت وزارة الزراعة في العراق إن محافظات واسط وصلاح الدين وكركوك ونينوى سيكون لها حصة في الموسم الزراعي الشتوي. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إنه تم تقديم خطة زراعية تقدر ب 150 ألف دونم إلى وزارة الموارد المائية، إلا أن الأخيرة رفضت هذه الخطة بداعي عدم وجود مياه كافية. ويعاني العراق من أزمة كبيرة في أو تضرب القطاع الزراعي في معظم المحافظات بسبب أزمة الجفاف وفشل السياسات الحكومية باحتوائها. احتل العراق المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبحسب البيانات الصادرة من جمعية المصدرين الأتراك، فقد زادت صادرات القطاع الزراعي 17% بين كانون الثاني وأيلول من عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة 24 مليارا ونصف المليار دولار، وبذلك يحقق القطاع أعلى قيمة صادرات خلال تسعة أشهر في تاريخ البلاد. واحتل العراق المركز الأول بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية بقيمة بلغت 1,700,000,000 دولار، تلته ألمانيا ب 138,800,000 دولار أمريكي. بدأت البنوك المصرية في تطبيق تعليمات جديدة بشأن تحديد سقف السحب اليومي الدولاري من ماكينات الصرف النقدي الآلي بحدود 500 دولار فقط. وأرسلت بنوك عامة وخاصة رسائل نصية لعملائها تشدد عليهم بضرورة الانتباه لحد السحب الأقصى عند السفر إلى الخارج، وذلك لحاملي البطاقات الكلاسيكية. وتشابه هذه التعليمات ما جرى قبل تعويم الجنيه الكبير مقابل الدولار نهاية عام 2016، ويواصل سعر صرف الجنيه التراجع يوميا أمام الدولار بمعدل بضعة قروش ليقترب من حاجز 20 جنيها للدولار الواحد. أعلن البنك الدولي عن توقعاته بأن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5% في عام 2022. وقال البنك في بيان له إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5% من العام 2022، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2016 قبل أن يتباطأ المعدل إلى مستوى 3.5% العام المقبل. وأضاف البنك أن أسعار النفط المرتفعة عززت الإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني فوائد مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022 حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات. Thank you.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.